مالك يا روحي؟ مخلية الكل ياكل في بعضيه، نار الجاي ده مش مطفية ليه يا خيتي؟ يا خالتي، أمي مظلومة من خالي، حرام عليكم بقى سيبوها في حالها. حرام. حلوة ربايتك في بيتك يا روحية، لما البت تحرم عيشة خالتها هستنظر ايه عاد من خيتي؟ طب ما انا برضك اختك ورحت اتفقت مع اخويا ضدي. انا لحد دلوقتي واقفة في صفك وجاية على اخوكي وانت منشفة راسك، لكن ان فضلتك ده ومهما مكيش حد يبقى تعالي نتحاسب. بعد ما طمعتي في الورث وجفتي على البيت عاد وقلتي بتاعك، واختك فين؟ قطعتي ناس لها؟ مش بنت حداد العمامري؟ يا حبيبتي أخوكي هو اللي طمع في اللي فاته أبونا وسرقه، وأنا مش مسامحاه والله. أخوك عاوز يخلص حكاية الورث، مستني ردك. ردي رد عند ربنا. على العموم أنت أختي وهو أخوي، كفاية أنا غل وكره في بعض. لو كان أبوي غلط وكتب لك حق البيت باسمك مطرح الذهب وفلوس الرهنية، ده ما يديكيش الحق إنك تاخدي البيت وتصغر أخوك العمدة. لو على فرماوة أخوكي الراجل ممنعش عاوز يرضيكي فلوس، تقومي انت تطمع في البيت وتصغري قدام الناس. أطمع؟ لا إله إلا الله، مين اللي طمع في حق مين؟ يا مري، ده أنا لحد دلوقت بدفع تمن كدبة قديمة، تمن الحقيقة اللي تاهت، بدفع تمنها من شقة جوزي اللي فك رهنية أبوكي وبعدها رجع تاني ينحت في الصخر عشان يلم نفسه. وأنا جعت وكنت راضية، قلت الحمد لله. أخوكي عمره ما افتكر إني ليك أخت، لما جيت أحاسبه قال لي زرعت البت تمنها نخلتين. روحي قولي لأخوكي حق أختنا، أنت عارف وهي مش هتفوته. اللي احنا شايفينه ده ملهاش دخلة، الدنيا مسكرة من كل ناحية. ايه خلاص نامت نخلتها؟ هتخافوا وتردوا؟ وهي دي عاوزة حديت ومكابرة. طالما الحكومة مزروعة وملكة الزمام قدام بيوت العمامرة، تبقى المخاطر في المواجهة خسرانة، وطرنا معاهم لسه مخلصش. التراب غبر على شيشاننا فوق روسنا واحنا زي ما احنا، بعد ما رجلنا تخط لحد هنا عاوزين نعاود.